في تجديد للقائها السنوي، أكدت جمعية الصداقة العمانية البريطانية على أهمية الاتفاقيات الموقعة مؤخرا والمتعلقة بالعلاقات الشاملة بين السلطنة والمملكة المتحدة والدفاع المشترك، والتي ستبنى عليها علاقات البلدين لقرون قادمة. وثمن معالي الدكتور عبد الله ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ممثل الجانب العماني المكانة التي بلغتها العلاقات بين السلطنة وبريطانيا، والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا. أشكر جمعية الصداقة العمانية البريطانية على دورها في نشر الثقافة والتراث والهوية العمانية، كما أشكرهم على الجهود المبذولة في تعزيز العلاقات المتميزة والقائمة من خلال أنشطتها المختلفة وجهودها لنشر التواصل بين الثقافتين. وأخص بالشكر سعادة رئيس الجمعية وأثمن مجهوده، وأثق أن الجمعية بين أيدي أمينة وستواصل العمل لترسيخ فكرة التقارب بين الثقافات. من جانبه، أشاد السير آلان دونكن نائب حزب المحافظين ممثل الجانب البريطاني بعمق العلاقات بين مسقط ولندن والتقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين الصديقين. حظية السلطنة بنحو 50 عاما متميزا من العلاقات الجيدة بينها وبين المملكة المتحدة، ولقد تم توقيع اتفاقية شاملة والتي تدعم توطيد النجاحات التي تم إنجازها في 50 عاما الماضية، وتمضي بنا قدما ل50 عاما القادمة. بدوره، أشاد سعادة عبد العزيز الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المتحدة بنشاط الجمعية الذي ساهم في تقريب وجهات النظر في العديد من المجالات بين البلدين الصديقين. حضور معالي الدكتور عبد الله حراسي يعني نعتبره شرف وتمييز لهذه المناسبة، وكلمته الجميلة المعبرة يعني شرحت كثير من جوانب العلاقات العمانية البريطانية، وكذلك كلمة السير آلان دونكن أضافت الكثير إلى معلومات أصدقاء عمان عن عمق هذه العلاقات وتطورها، وخاصة في هذا العام حيث تم توقيع اتفاقيتين مهمتين، اتفاقية العلاقات الشاملة بين السلطنة والمملكة المتحدة واتفاقية الدفاع المشتركة بين البلدين، وسنة يعني هامة جدا في تاريخ هذه العلاقات، وسيتم البناء عليها لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وهي فعلا علاقات قوية، ولكن الطموح بأن نعززها وتستمر لقرون قادمة. كما تطرق حفل الجمعية إلى تعزيز الجوانب الثقافية بين شعبي البلدين من خلال تبادل الزيارات بين الطلبة والمثقفين، وأشاد الجانب البريطاني بجهود السلطنة في الاهتمام بتعليم اللغة العربية. إن مجموعة الجيل الجديد تعمل بجد لتفعيل ومشاركة الأجيال الجديدة في الجمعية العمانية البريطانية، وكما رأينا اليوم تمثيل لمشاركة الأجيال الجديدة الذين درسوا اللغة العربية في عمان، فهناك الآن مشاركة من جميع أطياف المجتمع ومختلف الأعمار، وهذا ما نطمح إليه. على مدى أكثر من 40 عاما تعمل الجمعية البريطانية العمانية على تأصيل العلاقات بين السلطنة وبريطانيا، وتأتي اجتماعات اليوم لتؤكد على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الصديقين. دعاء مطر لتلفزيون سلطنة عمان لندن.